جديد الساحة السياسية على موقعكم تيزنت بانتكر. حوارات حصرية مع وكلاء اللوائح الانتخابية المشاركة في استحقاقات 7 أكتوبر 2016 بتيزنيت. لقاءات، مقالات، النقل المباشر لكل التجمعات. لقاءات، مقالات، روبورتاجات، حوارات حصرية. تيزنيت 24، الصدق قبل السبق. تابعونا. أهلا بكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامج آخر وتغطية خاصة للانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر 2016 مباشرة مع وكلاء اللوائح. نطرح اليوم في مقر حزب العدالة والتنمية، هذا الحزب الذي دخل غمار المنافسة بمرشحه وكيل للائحة أستاذنا الكريم سي إبراهيم بوغاد، ووصفه عبد الله الجبار القسطراني عن حزب العدالة والتنمية. سي إبراهيم مرحبا بك. في البداية سي إبراهيم، لابد أن نوضح للمشاهد الكريم والمتتبع تيزنيت 24 حول تسكيتكم من طرف قيادة حزب العدالة والتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أولا أشكركم على هذه المبادرة الطيبة والموفقة والنوعية على مستوى إقليم تيزنيت وعلى مستوى مدينة تيزنيت. كما لا يخفى على علمكم وكما لا يخفى أيضا على السادة المتتبعين والمستمعين، أن حزب العدالة والتنمية يعتبر من أكثر الأحزاب المغربية تنظيما، بحيث أنه حزب يخضع لمساطر دقيقة تمت المصادقة عليها على المستوى من طرف هيئاته الوطنية التقريرية، المؤتمر الوطني والمجلس الوطني وغيرها من الهيئات. والاختيار ديال المرشحين يتم من طرف قواعد الحزب. هناك مستويين، المستوى الأول هو لجنة الترشيح على مستوى الأقاليم، وهناك أيضا لجنة التزكية على المستوى الوطني. وأنا مررت من هذه المساطر كلها وخضعت لجرحي والتعديل ويعني والمناقشة حول الأهلية والكفاءة وما يتطلبه مهمة النائب البرلماني، هل تتوفر فيها كمرشح أم لا تتوفر، يعني نقاش داخلي ديمقراطي شفاف ونزيه. بعد ذلك تم اختياري من طرف لجنة التزكية على المستوى الوطني التي تمثلها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. نعم، حزب العدالة والتنمية ترأس الحكومة ويعني بشكل بحصيلة البرلمانيين بمجلس البرلمان، ولذلك البرنامج التعاقدي الذي هو على المستوى الوطني واضح لدى منهجية الحزب. نريد فقط أن نطلعنا عن الخطى العريضة لبرنامجكم الوطني والمحلي. ايضا يعلم الجميع ان حزب العداله والتنميه سير الحكومه لمده 5 سنوات، وهذه المده كانت كافيه لحزبنا اولا على ان يطلع اطلاعا واسعا وعميقا على الملفات الكبرى التي تهم جميع القطاعات التي تهم الحكومه والدوله المغربيه، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، مجال الاستثمار، تجهيز جميع المستويات، تشغيل البطاله، الشباب، التعليم العالي الى غير ذلك من الملفات الكبيره التي تهم المواطن. وعلى ضوء هذه التجربه وعلى ضوء الأوراش الكبيرة التي فتح حزبنا ونجح فيها ووفق في تدبيرها وتسييرها والذي حقق فيها نجاحات باهرة، رغم الإكراهات الكثيرة، رغم العراقيل، رغم ما سماه أميننا العام التماسيح والعفاريت، وقد ظهرت هذه التماسيح والعفاريت مرة أخرى في هذه قبل انطلاق الحملة الانتخابية بفترة وجيزة، رغم تدخلات أطراف متعددة لفرملة يعني السير وتصاعد شعبية الحزب العدالة والتنمية، أنتم ترون أنه رغم مرور 5 سنوات من التدبير ما زالت شعبية حزبنا في تصاعد مستمر. المهرجان الافتتاحي الذي أشرف عليه أميننا العام بالرباط في أول أيام افتتاح الحملة الانتخابية على الصعيد الوطني كان مهرجانا ناجحا بكل المقاييس، حضره أزيد من 20,000 من المواطنين، كما أن جميع المهرجانات التي نظمها الحزب في إطار الحملة الانتخابية وكذلك في مختلف المدن المغربية كانت مهرجانات حاشدة لم تجهلها تاريخ الحملات الانتخابية على الإطلاق على الصعيد الوطني منذ الاستقلال إلى اليوم. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الثقة الكبيرة جدا التي أعطاها الشعب المغربي لحزب العدالة والتنمية، والتي سيعطيها له مرة أخرى في هذه الانتخابات إن شاء الله تعالى على غير
غرار الانتخابات ديال 2011 وعلى غرار الانتخابات ديال 2015 سيكون النصر حليف هذا الحزب، خاصة أن إنجازات كثيرة تحققت على رأسها لإصلاح ديال المالية العمومي ديال الدولة المغربية. الحمد لله اليوم بعد أن بلغ العجز ديال الميزانية 2011 مستويات قياسية، اليوم يمكن أن نرفع رؤوسنا عاليا لكي نقول بأننا أن دولتنا أن حكومتنا أن اقتصادنا في الدرجة الأولى اجتاز مرحلة الخطر ويمكن أن ننطلق في أوراش تنموية كثيرة. قمنا بإصلاح المالية العمومية، الحمد لله حققنا الإصلاح في ظل الاستقرار، حققنا ساهمنا في تسويق ما يسمى بالاستثناء المغربي والنموذج المغربي. المؤشرات كلها ديال الاقتصاد يعني مؤشرات إيجابية جدا. أصلحنا صندوق المقاصة بحيث كان يستهلك من ميزانية ديال الدولة 5500 مليار سنة 2012، واليوم واليوم تقلص هذا العدد بأزيد من 60 إلى 70%. والاحتياطي ديال العملة الصعبة اليوم أيضا الذي تتوفر عليه الحكومة يعني يتعدى 8 إلى 9 أشهر، وهو ما لم يتحقق أيضا في تاريخ الحكومة المغربية. أوراش كبيرة جدا، يمكن للمواطنات وللمواطن أن يطلعوا عن تفاصيل الإنجازات الحكومية الكثيرة في الموقع الذي يسمى إنجازات حكومية على يعني في الانترنت وفي الشبكة في الموقع الإلكتروني في المواقع الإلكترونية المختلفة. تعلمون أيضا أن إنجازات مسبوقة على المستوى الاجتماعي لم تتحقق فيما سبق. نحن نعلم، الشعب كله يعلم الآن أن الدعم الذي قدم للأرامل لأول مرة يقدم دعم مباشر للنساء الأرامل على المستوى الوطني. 350 درهم لكل امرأة أرملة يعني عندها طفل يتابع دراسته، والآلاف من الأرامل استفدنا من هذا الصندوق. في ظل هذه الحكومة تم تشييد وإنجاز أزيد من 27 مؤسسة جامعية، من بينها 3 كليات للطب، كلية للطب في وجدة، كلية للطب في طنجة، وكلية للطب في مدينة أكادير. في ظل هذه الحكومة تم الزيادة لأول مرة منذ 30 سنة في المنحة المخصصة للطلبة، غير الطلبة بوحدهم تحققت لهم 3 المطالب الأساسية. أولا تمت الزيادة في المنحة ديال الطلبة لأول مرة، ثانيا تم الزيادة في عدد المستفيدين من المنحة من حوالي 200,000 طالب إلى أزيد من 400,000 طالب. ثالثا وهذه ستبدأ هذه السنة كاين التغطية الصحية الشاملة للطلبة، بحيث أن الطالب دابا إلى مرض، وهذا الشيء معمر كان من قبل، إذا كان الطالب مرض خصو يمشي هو يداوي راسو وخص الأسرة ديالو تخلص عليه. الآن كاين تغطية صحية للطالب، الدولة تتحمل جميع المصاريف ديال التطبيب ديالو وديال التداوى ديالو. هذا غير بالنسبة للطلبة وغيرها من القطاعات. غير المجال ديال الطاكسيات، شفتوا انتم ان هذه الحكومة استطاعت ان تقوم بواحد العملية تحديد شاملة للأسطول ديال السيارات الكبيرة، وقدمت دعم لاصحاب السيارات الان. وحنا الحمد لله تنشوفوا الان المواطن ملي تيسافر في طاكسي كبيره تيسافر في ظروف مريحه واسعه، وهذا كله بفضل الدعم اللي قدمت الحكومه لاصحاب الطاكسيات واللي انخرطوا بشكل كبير في هذا البرنامج الحكومي. عدا انه من الانجازات الكبيره ايضا ديال هذه الحكومه انها تتوجه للاقتصاد المغربي من ان تكون الرياده فيه للقطاع الصناعي بدل القطاع الفلاحي. يعني استثمارات اجنبيه كبيره في مجال ديال صناعه السيارات. شفتوا بعض الان المعامل ديال صناعه السيارات، الشركات ديال صناعه السيارات اللي مستقره في طنجه واللي يعني الالاف ديال وظائف الشغل. شفتوا ان ايضا الاستثمار في مجال ديال قطاع السيارات نفسه في القنيطره للان حسب المعلومات اللي عندي تجاوز العدد ديال المهندسين اللي غيتوظفوا بشكل مباشر 1000 مهندس في مجال الميكانيك، واكثر من هذا العدد في المجال ديال المتخصصين ديال التقنيين في المجال ديال الميكانيك. عاد الان ايضا كاين انه الحكومه هذه الحكومه استطاعت ان تفتح اوراش اخرى في مجال الطاقات المتجدده، في مجال ديال صناعه الطيران،
كاين اقبال ولله الحمد ديال الاستثمارات الاجنبيه على الدوله ديالنا، نظرا اولا لثقتهم في الحكومه التي يترأسها حزب العداله والتنميه بمعيه حلفائه. كاين ايضا ثقه في الجو العام اللي كاين في البلاد ديال الامن وديال الاستقرار وديال الهناء وديال الرخاء واللي الحزب ديالنا ساهم فيه بشكل مباشر. هذه الاوراش كلها هي التي تجعل الشعب المغربي يثق في هذه الحكومه، اضافه الى الايادي النظيفه لوزرائنا. الوزراء ديال الحزب العداله والتنميه اليوم بعد 5 سنوات من الاستوزار كلهم باقين تيسكنوا في الديور اللي كانوا تيسكنوا فيها قبل ان يكونوا وزراء، اما انها كانت دار متوسطه عاديه جدا او انها كلها دور ديال الكرا. ان الوزراء ديالنا اياديهم نظيفه، ما تيديروش يدهم في المال العام، ما تيسرقوش، ما تيخونوش، ما تيغشوا. هذه رسالتهم للشعب المغربي. في ضوء ما تحقق عليه الحكومه وما تحقق اذا من وزرائهم ومن نواب البرلمانيين في الدفاع عن قضايا المواطنين، انتم باشرتم الحمله الانتخابيه بالقرب من المواطن. هذا البرنامج التعاقدي الذي راهنتم عليه من اجل كسب ثقه المواطنين بديزني، اولويته وطريقه تدبيره داخل الفضاءات، خصوصا انكم لامستم القرى ومضاجع الاقليم عن بعدها وقربها من مركز. انا نقول لكم، نقول للمواطنين ان ملي نزلنا عند المواطنات والمواطنين، ملي نزلنا عند الشعب، حنا حسينا بواحد الارتياح عارم جدا. علاش؟ لان الناس يستقبلوننا بالاحضان اولا، ثانيا لقينا واحد الامر مهم هو انه الوعي ديال الشعب ارتفع الى مستويات قياسيه، بحيث اننا الان في هذه اللحظه هذه تنعرفوا ان بعض الاحزاب نازله بالمال الحرام الان تيشريو الدماء وتيعطيو الفلوس بطرق معينه تصلنا من مختلف عبر وسائلنا، وتنسمعوا هذا عند المواطنين تيقول لنا راه الحزب الفلاني جا وبغى يشرينا وقال لنا نعطيكم الوعود الكاذبه. رغم ذلك تيقول لنا المواطنين حنا يمكن اننا نشد الفلوس عند الحزب الفلاني، ولكن ثقوا اننا سنصوت لحزب العداله والتنميه. وهذا بالنسبه الينا مهم جدا، هذا تطور في الوعي. ونقول لك ان هذا حاصل في المجال الحضاري للمدينتين اللي كاينين في الاقليم، وايضا حاصل في مختلف المراكز القرويه وفي مختلف الدوائر ومختلف الجماعات القرويه. كاين بعض القرى اللي هي نائيه في الجبل، ومع ذلك الناس لقيناهم تيقولوا مثل هذا الكلام. وبالنسبه لنا هذا يشرف بلدنا، سيجعل التجربه الديمقراطيه تتطور، ونظن ان الحزب ديالنا ساهم بشكل كبير. والامين العام بالخصوص، الامين العام اللي هو الاستاذ عبد الاله بن كيران، فيعني المداخله ديالو على مستوى الغرفه الاولى وعلى مستوى الغرفه الثانيه، والمهرجانات التي يشرف عليها ويؤطرها، ومختلف خطب وخطابات ديال القيادات ديالنا الوطنيه، ساهمت في الرفع من الوعي السياسي ديال المواطنين. وهذا بالنسبه الينا مكسب مهم، تنعتبره يعني خصو يتشجع اكثر، وتنحييو عليه المواطنات والمواطنين. وحنا تنتعاقدوا على واحد العدد ديال الامور، اهمها اننا سنكون متميزين في ادائنا البرلماني. حنا دائما نستحضروا في اقليم تيزنيت ان كان عندنا واحد البرلماني اللي هو الاستاذ عبد الجبار الصلاني 2002، واللي هو اول برلماني كيفتح مكتب دائم للتواصل مع المواطنين. ونقول لكم في الولايه الاولى ديالو استقبل ازيد من 9000 ملف، وهذه الملفات اللي تستقبلت في المكتب ديال التواصل ديال البرلماني ديالنا كاينه في الروجيستر بالسميه ديال الناس اللي جاوا واسماء المشاكل والملفات ديالهم والمصير ديال كل ملف، ومن اراد ان يطلع عليها فهي موجوده في مقر حزبنا باقليم تيزنيت. ونحن نقول باننا سنسير على هذا الطريق، سنفتح مكتبا دائما للتواصل مع المواطنين، سنحمل معنا ملفات ديال اقليم تيزنيت للطرف للدفاع عنها في الرباط امام مختلف الوزارات. وهنا بغيت ناكد للمواطنين انه فعلا راه ملفات القضايا الكبيره ديال الاقليم الحل ديالها راه كاين في الرباط، ولهذا حنا غادي نديوها معنا، وغادي تكون الهم والشغل ديال الشاغل ديالنا الاول، وسندافع عنها هناك. ونحن نقول لكم ايضا بان الحكومه ان الحزب العداله والتنميه ان شاء الله تعالى سيقود الحكومه المقبله، بمعيه حلفائه الاوفياء، وسنحمل معنا هذه الملفات لكي نحل مشاكل الاقليم الكبيره، ولكي ايضا نجلب
الاستثمارات نحو هذا الإقليم. من أهم الأمور التي تشغلنا هو أن هذا الإقليم يجب أن يكون أن تكون فيه استثمارات كبيرة حتى نتمكن من خلق فرص الثروة والشغل. تنعرف أن واحد العدد هائل من الشباب كاين في الإقليم، ولهذا خص توفر لهم فرص ديال التشغيل، ولا يمكن أن نوفر هذه الفرص فقط بالوظيفة العمومية، ولكن أيضا بالاستثمارات التي يجب أن تكون أن توطن داخل إقليم تيزنيت. انتم تعرفوا ايضا في ظل هذه الحكومه بعض المشاريع الكبيره غتدخل في مدينه تيزنيت، من بينها اول مره غنسمعوا على الميناء في مدينه في اقليم تيزنيت، ميناء ديال سيدي بوفطيب، واللي غادي نترفع على ان يتم تسريع اخراجه الى حيز الوجود. كاين ايضا الحديث الان عن انشاء مطار باقليم تيزنيت. كاين الان في المخطط المديري ديال وزاره التجهيز والنقل ادراج طريق السيارة من اكادير الى مدينه تيزنيت، زياده على الطريق المزدوج. ماشي الطريق المزدوج، كاين الطريق المزدوج، لكن كاين ايضا طريق السيار بين اكادير وتيزنيت. شكرا سي ابراهيم بوغاد، وكيل لائحه حزب العداله والتنميه هنا باقليم تيزنيت. في برنامجنا لدينا دقيقتان لوجه خطاب مباشر لمتتبعينا ولساكنه المدينه من اجل تحفيزهم على التصويت على حزب العداله والتنميه. في هذه اللحظة وفي هذه المناسبة أولا أتوجه بالشكر الجزيل للمواطنات ومواطني مدينة تيزنيت الذين استقبلونا خلال جولاتنا التعبوية وخلال الحملة الانتخابية بالأحضان، وشجعونا ورحبوا بنا أيما ترحيب أينما ارتحلنا وأينما حللنا وارتحلنا. وأدعو هؤلاء المواطنين إلى أن يخرجوا يوم 7 أكتوبر بكثافة، وأن يتوجهوا إلى مكاتب التصويت، وأن يقطعوا الطريق على المفسدين الذين يريدون أن مرة أخرى أن يرجعوا عقارب الساعة إلى الوراء، أن يرجعوا المغرب إلى فترة الستينات والسبعينات والثمانينات. أوراش كبرى انطلقت في ظل هذه الحكومة، نريد للأوراش الإصلاح الكبرى أن تستمر، ولكي تستمر هذه الأوراش الكبرى لا بد ندعو المواطنين أن يعطوا أصواتهم لحزب العدالة والتنمية، لأن المواطن الصوت السلاح الوحيد الذي يملكه المواطن في معركته ضد الفساد هو صوته، ولهذا لا يجب أن لا يعطي صوته إلا لمن يستحقه. نقول للمواطن والمواطنين بأن الصوت مسؤولية، وأن الصوت أمانة، وأن الصوت شهادة، ونطلب وندعوهم أن يصوتوا بكثافة عالية على حزب العدالة والتنمية. وشكرا. شكرا لك إبراهيم بوغاد باسمكم جميع المشاهدين الكرام. نأتي على ختام هذا اللقاء الذي خصصناه لحزب العدالة والتنمية على موقع تيزنيت فانتكار. شكرا جزيلا لكم، إلى موعد لاحق بحول الله. جديد الساحة السياسية على موقعكم تيزنيت فانتكار، حوارات حصرية مع وكلاء اللوائح الانتخابية المشاركة في استحقاقات 7 أكتوبر 2016 بتيزنيت، لقاءات، مقالات، النقل المباشر لكل التجمعات، لقاءات، مقالات، روبورتاجات، حوارات حصرية. تيزنيت 24، الصدق قبل السبق. تابعونا.